اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في بث مباشر من مدينة الدار البيضاء. الحمد لله في مطلع سنة 2021 بداو كيبانوا بشائر الخير. اليوم المسن اللي كاملين تعاطفتوا مع القصة ديالو بان لي الحق وتسدات النوطيران اللي كيف ما كيقول نصبت عليه 30 مليون، مبلغ لا يستهان به. كنسمعوا 30 مليون ديال المسن، غنذكركم بالقصة، غنقول لكم هاد 30 مليون منين جات، شنو وقع، كيفاش تم النصب على هذا، باش تقدروا تردوا البال وتحطوا راسكم في بلاصتو، والله يسهل عليه ويدير ليه تاويل خير. عمي قدم لنا راسك وقول لنا شنو القصة ديالك. الو، السلام عليكم، سنة سعيدة، كل عام وانتم بخير المشاهدين. واخا ذكرنا بالقصة. انا غادي نعاود لكم على هاد النوطيرة اللي كانت في شارع عبد المؤمن. واخا شنو دار لك هاد النوطيرة؟ اسيدي هاد النوطيرة داني عند داني عندها خوها، خوها نصاب. واخا كيفاش دات لك الفلوس؟ احنا بعنا واحد المحل ديال الوراثة ودات لينا كاملين 52 مليون الوراثة، كل واحدة شدات ليه، انا دات لي 30 مليون. وعطاتك 12؟ عطات على حد داك الشيء، دابا عطات لي اللي عطات لي، ودابا باقي عندها 30 مليون. وديجا كناتك على شي وراق؟ لا لا لا، غير كتقول ليها بلاتي غادي راه اختي امي الوالده ديالي مريضه، راه ديتها للرباط، هادي بعد الخطرات ما تجيش، من اللي كاع كتلقاها كتقول لك انت غدا الغاوجي عندي، هي دايره الكاميرات في البيرو ديالها، من اللي الى لقيتيها تما كتكذب عليك، ما لقيتيهاش كيصونوا عليها السيكريتيرا ديالها، ما كتجيش هي حيت كتشوف البيرو اش كاين، وهي كتنصب على عباد الله. راه دوزات عامين في الحبس، كنحكموا عليها في 3 سنين، دات مليار، ودوزات عامين خرجت في العفو الملكي ديال عيد رمضان، هذا العيد رمضان ديال هذا. المهم هي عندها تزوير. واخا اليوم من بعد الفيديو الاول ديالك معنا في شوف تيفي تم القاء القبض على هاد النوطيره. المهم عندها تزوير، زورت شي اوراق. شنو التهمه اللي تشدات بها؟ بلاتي دوزات واحد شي اوراق، جا عندها واحد السيد في برشيد قال لي غتكتب ليا بلي اختي وهبات لي حقها في الدار. كتبات لي زورت لي الوراق، السيد مشى تخاشم مع اختو خرجها من الدار. ده المهم تبعوا معها المحكمه الابتدائيه، حكمت عليها ب 10 سنين و 40 مليون تعوضها للمراه. عاوتاني استنفات الاستئناف كما تأييد الحكم، داك الشيء باش حكمت الابتدائيه. طعنات في الحكم، دارت نقضوا لابراهيم، حبسوها من الخدمه. ملي حبسوها من الخدمه لقاو الناس روسهم مشاو لهم فلوس، ماشي غير انا، بزاف ديال الناس. كاين دابا اللي دعاها، كاين اللي دوزات عندها عليها هذا عامين، دات مليار، ودابا خرجوا لها التعويض وداك الشيء. دابا كنت يلا درت لي انا الدعوه، عيطوا لها البوليس، مشيت للولايه عيطت لهم، مشيت لعندهم عطيت لهم النمره ديال التليفون ديالها، عيطوا ليها قالوا لها خصك تدوزي عندنا، راه عندنا التعليمات باش تجي عندنا. هي روشيرشي كتلبس الخمار، مشات لحد السوالم تخبات تما كتلبس الخمار وداك الشيء باش ما تبانش. المهم ما جاتش. من بعد 3 ايام فرحتي ملي شدوها؟ فرحتي ملي عرفتي؟ وما اش غادي دير، اش غندير، حنا مشى لينا رزقنا، واخا تشدات اش غنصوروا كاع الا قتلوها، يقتلوها كاع ما حنا ضحيه، حنا العقوبه ديالك انت اليوم باش كطالب. انا باغي حقي، وجا خوها دابا كيبقى يضحك عليا، كيعطيني شي حاجه في وفا كاش وهادي، المهم كيضحك عليا، راه غادي تخرج غادي نعطيه لكم هذا شويه دير له تنازل. دابا جاب لي واحد التنازل، قال لي ودي غادي نعطيه لي، غنبقى نعطيه لك 50000 ريال في الشهر، وغنحيدوا لك ثلثين في هذه الفلوس. وهذا التنازل اللي جاب لي قال لي قيلي جيها لينا، ها هي سميتو، ها هي الكنيه ديالو، ها كلشي هنا. ودابا كيضحكوا عليا، قال لي اسيدي غتحيد لينا ثلثين، غنعطيو لك 10 وغنبقاو نديرو معاك 50000 ريال في الشهر. قلت لي واخا، ولكن خصكم تلتزموا معايا. قال لي لا، من هنا، المهم نصابه دوريجي. واخا اليوم شنو كطلب؟ انا كنطلب حقي، انا معوق، انا ما عنديش، يعني محتاج انت الرزق. انا باغي رزقي، والله ياخذ فيها الحق. دات الفلوس ديال عباد الله، دات ديال اليتامات، دات ديال سميتو، هي دابا مشات ب 10 سنين، وعندها دابا الموبل، واحد السيد دار
فهاد السيمانه اللي فات نهار 24 داير الاعلان باش يتبعوا واحد ثلاثه البارتمات في المزاد العالمي ديالها عندها الموبل في جونفي. المهم ملي جاب سميتو قال له ودي انت كتسال 7 المليون، على ما سمعت ما رفضوا لي داكشي، قال لي انت كتسال 7 المليون وفيها البنكه فيها الناس اخرين، الناس الموبل فيه محجوز فيه 19 بارتمان، ودابا خص الناس اللي دايروا خص يديروا لهم حتى الحجز لدوك الكرا، داك الكرا اللي كتا اللي كياخذوا ما يديروا له الحجز، حيت انا باقي ما عنديش الحكم، انا باقي متبع القضيه ديالي. واخا انت شنو رقم التليفون ديالك؟ انا الرقم ديال التليفون ديالي 016 06 16 98 23 94. مشاهدينا الكرام كيف ما كتشوفوا كانت هذه تفاصيل القصه ديال بلحاج اللي تم النصب عليه بمبلغ خيالي 30 مليون، مبلغ لا يستهان به، رجل بسيط من ذوي الاحتياجات الخاصة، محتاج لقمة العيش اليومي، خاصة لأن الصحة خينة، نتمناو أنه يلقى آذان صاغية لتزيد كيف ما تم القبض، يلقى القبض عليها، نتمناو أنه يقترب المبلغ المالي اللي مثاليه، مشاهدينا الكرام، بحال هكذا ما بقاني غير نقول لكم، اللايف ديالنا وصل النهاية ديالو، كنضرب لكم وعيد جديد في لايف آخر. تبقاو على خير، دمتم في رعاية الله وحفظه، جمعة مباركة.